بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا التعجب صيغة التعجب. يعد هذا الدرس ويقدمه محدثكم إبراهيم عبد الله الفهيد. سنتناول إن شاء الله نتعرف على أسلوب التعجب ونبين أوزان صيغتا التعجب ونميز بين صيغ التعجب القياسي والسماعي، وكذلك تستطيع أن تستخدم أسلوب التعجب استخداما صحيحا، ونبين إعراب صيغ التعجب وتوظف أسلوب التعجب في التعبير الكتابي والشفهي. ننطلق على بركة الله، نبدأ تمهيدنا. حدد نوع الأسلوب فيما يلي: في قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هنا قال يا نوح، ما نوع الأسلوب هنا؟ لاحظوا هنا هذا الحرف ماذا نسميه؟ نسميه حرف نداء. إذن هنا نوع الأسلوب هو أسلوب نداء. في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نوع الأسلوب هنا؟ لاحظوا هنا إلا هي أداة ماذا؟ هي أداة استثناء. إذن نوع الأسلوب هو أسلوب استثناء. في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، فهنا ما أصبرهم هذا ما نسميه أسلوب التعجب، وما سنتعرف عليه إن شاء الله في الدقائق القادمة. ماذا نقصد بالتعجب؟ ما معنى تعجب؟ شخص يتعجب من أمر ما، ماذا نعني بالتعجب؟ هو تعبير عن استعظام أمر نادر لا مثيل له، يثير الدهشة والاستعجاب والاستغراب في نفس الشخص، فيعبر عن ذلك متعجباً مستخدماً أسلوب التعجب وصيغ التعجب. نبدأ في درسنا لنبين التعجب وصيغ التعجب، فنقول صيغ التعجب، ينقسم التعجب إلى صيغ سماعية وصيغ قياسية. ما الفرق بين السماعي والقياسي؟ وما معنى سماعي وقياسي؟ السماعي هو أسلوب لا يخضع لضوابط، لا وزن أو قاعدة يقاس عليها، ما وضعه العرب أو ما سمع عن العرب ما يدل على التعجب بدون قاعدة ولا وزن يقاس عليه. أما صيغ قياسية فسميت قياسية لأنها تقاس على قاعدة أو أوزان، فهي صيغ وضعت لتدل بلفظها ومعناها على الدهشة والتعجب، وما سنركز عليه في درسنا بإذن الله. مثال على صيغ سماعية قوله لله درك يا فلان، أو سبحان الله ويا له من شجاع إلى آخر ذلك، فهذه صيغ سماعية سمعت عن العرب، فعندما يتعجب الشخص من أمر ما فيقول سبحان الله تدل على التعجب، لله درك يا فلان أيضا تدل على التعجب، وهكذا، وليس لها قاعدة ولا وزن يقاس عليها. أما صيغ القياسية فللتعجب القياسي صيغتان يقاس بها. ما صيغ التعجب القياسية؟ صيغتا التعجب القياسية تكون على وزن ما أفعله وأفعل به، فنقول نتعجب من سهر الجندي على وطنه، فنستخدم الوزن الأول ما أفعله، فنقول ما أسهر الجندي على وطنه، فنحن تعجبنا من الفعل سهر وأتينا به على وزن ما أفعله. والوزن الآخر أفعل به أيضا، نتعجب من الفعل سهر فنقول أسهر بالجندي على وطنه. مما تتكون صيغة التعجب؟
تتكون صيغتي التعجب هنا ما ماذا نسميها، وهنا أفعل ماذا نسميه، والهاء هنا تعود على من وما المقصود بها. إذن الوزن هنا ما أفعله، فنقول الماء هنا هي تعجبية، نسميها ماء التعجبية وليست ماء نافية أو غير ذلك، وإنما نسميها ماء التعجبية. أما أفعل هنا فنسميه فعل التعجب، والهاء هنا يقصد بها المتعجب منه. إذن الوزن الأول ما أفعله يتكون من ماء التعجبية زائدا أفعل وهو فعل التعجب، والهاء هنا يقصد بها المتعجب منه. أما الوزن الآخر فهو أفعل به، فأفعل هنا نسميه فعل التعجب، أما الباء فتسمى هنا حرف جر زائد، والهاء هنا يقصد بها ماذا؟ أحسنتم، المتعجب منه. إذن هذه مكونات صيغتي التعجب. نأتي الآن نريد أن نتعجب من جمال الغروب، فالفعل هنا جملة، نريد أن نتعجب من جمال الغروب، فماذا نقول؟ نستخدم صيغا قياسية، ما أفعله وأفعل به. فما رأيكم كيف نتعجب الآن من جمال الغروب؟ نضيف ماء التعجبية وزائدا فعل التعجب وهو جملة والمتعجب منه، فنقول ما أجمل الغروب، هنا على وزن ما أفعله، فما أجمل الغروب، أضفنا ماء التعجبية وأضفنا فعل التعجب على وزن أفعل، وأتينا بالمتعجب منه وهو الغروب. كذلك بالوزن الآخر أجمل بالغروب، فهنا على وزن أفعل بالغروب أتينا بفعل التعجب وحرف جر زائد والمتعجب منه وهو الغروب. مثال آخر، نريد أن نتعجب من جمال الطبيعة، فنقول ما أجمل الطبيعة، وأجمل بالطبيعة على وزن ما أفعله وأفعل به. مما يتكون أسلوب التعجب، نقول هنا ما أجمل الطبيعة، هذه الجملة هي أسلوب تعجب، من ماذا تتكون؟ فنقول يتكون أسلوب التعجب من ما تعجبية، وهنا أجمل وهو فعل التعجب، والطبيعة المتعجب منه. أما الوزن الآخر أجمل بالطبيعة، فهنا ما رأيكم؟ أجمل هنا ماذا نسميه؟ والباء هنا والطبيعة، فنقول أجمل هنا نسميه فعل التعجب، والباء هنا قلنا عنه بأنه حرف جر زائد، والطبيعة المتعجب منه. إذن هذه هي مكونات أسلوب التعجب وما يأتي على الصيغ القياسية، ما أفعله وأفعل به. هنا ماذا نلاحظ؟ تعجبنا من الفعل جملة، فماذا تلاحظ هنا من الفعل عندما نتعجب من الفعل جملة؟ هل هناك تغيير؟ أم تعجبنا مباشرة؟ أم استخدمنا وسيلة أخرى؟ أم فعل مساعد؟ أم ماذا؟ نقول هنا تعجبنا من الفعل مباشرة. لماذا؟ لأنه مستوف للشروط. إذن هذا نستنتج من هذا، نقول أن التعجب أو أن التعجب من الفعل مباشرة لا بد أن يكون الفعل مستوف للشروط. فما هي شروط التعجب؟ شروط التعجب من الفعل مباشرة أن يكون الفعل ثلاثيا، أي يتكون من ثلاثة أحرف، أن يكون متصرفا فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر، أن يكون تاما وليس ناقصا، أي تاما يرفع فاعل وينصب مفعول به إذا كان متعدي، أن يكون مبنيا للمعلوم وليس للمجهول، أن يكون مثبتا وعكسه المنفي، أن يكون قابلا للتفاوت، أي هناك تفاوت في الفعل وليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه
فعلا، وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل في درس قادم عن شروط التعجب من الفعل مباشرة وشروط التعجب من الفعل الغير مستوف للشروط. ما أجمل الطبيعة، كيف نعرب صيغ التعجب أو ما إعراب صيغ التعجب؟ فما هنا اسم، هي اسم وليست حرف، فبما أنها اسم يدل على ماذا؟ أتينا بها لتدل على التعجب، فهي اسم يدل على التعجب مبني على السكون، وبما أنها اسم جاءت في أول الكلام فهي تعرب في محل رفع مبتدأ. أما أجمل وهو فعل التعجب، لاحظوا فعل التعجب، والأفعال هناك ثلاثة أفعال، فعل ماضي ومضارع وأمر، فأجمل هنا سيكون ماذا؟ فعلا ماذا؟ هل هو ماضي أم مضارع أم أمر؟ مبني على الفتح، نقول فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أما المتعجب منه فيعرب ماذا؟ هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بما أن لدي جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، إذن الطبيعة وقع عليها فعل الفاعل فيعرب مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لاحظ هنا الجملة الفعلية أجمل بالطبيعة في محل رفع ماذا؟ هل هي في محل رفع صفة أم في محل رفع خبر أم في محل رفع ماذا؟ بما أن لدينا هنا اسم وقع مبتدأ، فالمبتدأ لا بد له من خبر. أين الخبر؟ الجملة الفعلية أجمل بالطبيعة هنا تعرب في محل رفع خبر للمبتدأ وهو ما التعجبية. بهذا يكون إعراب صيغ التعجب. ننتقل إلى التدريبات. استخرج صيغ التعجب واذكر وزنها. في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، أين صيغة التعجب هنا وما وزنها؟ لاحظوا فما أصبرهم على النار، ما أفعله وأفعل به، فما أصبرهم، ما أصبرهم على النار، نقول صيغة التعجب هي ما أصبرهم وجاءت على وزن ما أفعله، فما التعجبية وأصبر من صبر فعل التعجب، وأصبرهم على النار المتعجب منه. وهنا تعجبنا من الفعل صبر مباشرة لأن الفعل صبر مستوف للشروط، ثلاثي تام مثبت قابل للتفاوت، ليس الوصف من على وزن أفعل إلى الذي مؤنثه فعلاء إلى آخر ذلك. إذن نقول التعجب هنا مباشرة من الفعل صبر. قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أين صيغ التعجب هنا؟ تكون على وزن ما أفعله وأفعل به. إذن صيغ التعجب هي أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فأسمع وأبصر جاءت على وزن ماذا؟ أفعل به. فهنا صيغة التعجب تتكون من فعل التعجب وحرف الجر الزائد والمتعجب منه، كذلك سمع وبصر أفعال مستوفية للشروط تعجبنا منها مباشرة. تعجب مما يأتي بإحدى صيغتي التعجب، براعة اللاعب، ننظر إلى نأتي بالفعل هنا من براعة برعة، فبرع فعل مستوف للشروط، إذن نطبق عليه الوزن مباشرة، فنأتي بماء التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه، فنقول براعة اللاعب ما أبرع اللاعب، ويجوز أن نقول أبرع باللاعب. وعى المؤمن النصيحة، كيف نتعجب من جملة وعى المؤمن وعي المؤمن للنصيحة؟ نقول ما أوعى المؤمن للنصيحة، فهنا التعجب
مباشرة من الفعل وعى. اختر الإجابات الصحيحة للتعجب صيغتان قياسيتان، فما هما؟ هل نقول أفعل به ولله درك ما أفعله؟ هنا أكثر من إجابة صحيحة. إذن صيغتا التعجب القياسية هي أفعل به وما أفعله. في الختام، تعلمنا أعزائي الطلاب وتعرفنا على صيغ التعجب السماعية والقياسية، وقلنا السماعية ما وضعت لتدل على التعجب دون ضابط لها، أما القياسية فلها صيغ تقاس عليها وقاعدة تقاس بها. وصيغ التعجب القياسية ما أفعله وأفعل به، فما أفعله تتكون من ما التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه. كذلك أفعل به أتينا بفعل التعجب أولا ثم حرف جر زائد والمتعجب منه. في الختام نشكر لكم حسن استماعكم، إلى أن نلتقي في درس قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.